نقول هارد لك يعني على على مجريات المباراه ولا ما سمعتك؟ اقول لك هارد لك على مجريات المباراه ولا نقطه ايجابيه اليوم؟ اكيد هارد لك، هارد لك اليوم. كنا احق بفوز، توفيق كان في المباراه، تعادل لكن الحمد لله. سالفة التوفيق هو خلينا نتكلم من اهم لقطة في المباراة، يمكن لقطة جول عمر السومة. هو صراحة يمكن للكل كان جميل اليوم، يمكن انت اكثر واحد اللي يمكن ما يعجبك الجول. لا انا ما عجبني الجول لانه توقيت كان سيء وكان سبب في انه نطلع بنقطة واحدة، لكن على صعيد الهدف، الهدف جميل جدا. هذه الاهداف ما تشوفها الا في الدوري الاوروبي بصفة عامة. الكل مجمع على كذا، بس ما كان ممكن يكون في منك تصرف؟ لا ابدا ابدا، كان في سريع سرعة جديد. أبدا لا ولا في شيء أبدا، هدف جميل. ما لو جيب أفضل حارس العالم ما يقدر الهدف هذا، لأنه في منطقة صعبة جدا، فاجأ الكل وفاجأ الكل. لكن في نهاية الأمر الحمد لله على كل حال، هذه كرة القدم. بعض الأحيان تستحق أن أنت تفوز، لكن ما يكون معك التوفيق. اليوم كان كنا لحق بالفوز. على صعيد المباراة ماذا غير هذا الرجل فيكم؟ أبدا، كل مدرب له طريقة لعب، كل مدرب له تكتيك خاص. طالبنا بالهجوم، هذه كرة القدم بسيطة جدا. هاجمنا، كنا أخطر، كنا أفضل، كنا نستحق ثلاث نقاط، لكن الحمد لله على كل حال. 8 مباريات، يعني مشوار أصعب مشوار يمكن في جمهور الاتحاد يعني المعاصر، 8 مباريات القادمة. زي ما الكل شايف، احنا قاعدين نقدم كل ما نملكه داخل أرضية الملعب. اليوم من مو من المباراة هذه، من قبل 4 مباريات قاعدين نأدي كل حاجة، قاعدين نسوي كل شيء يطلبه المدرب. صح في بعض المباريات التكتيك يختلف علينا شوية، لكن قاعدين نأدي كل شيء على أكمل وجه، لكن توفيق ما في، الحمد لله على كل حال. يعطيك العافية والله حبيبي.